حصة جديدة بنكهة الكوميديا قدمتها مدينة شفشاون لجمهورها ولزوارها خلال أمسية رمضانية كانت فيها الكلمة للطرب والابتسامة. فعاليات مهرجان الشاول للضحك الذي تنظمه جمعية جسور شفشاون فن وثقافة يفتتح أولى دوراته بمسرح القصبة الأثرية، معلنا بداية جديدة لموعد ثقافي فني تم خلاله تكريم نجم مغربي كان وما يزال واحدا من أبرز فناني الكوميديا والمسرح، فلم يكن سوى الفكاهي المغربي عبد الخالق فهيد. هذا اعتراف من مدينة الشاون ومن ساكنة الشاون ومن الناس المسؤولين ومن الصاهرين على هذا المهرجان الأول الفكاهة الشاون دو غيغ، يعني فرحة كبيرة بصراحة الله. هذيك ما هو الا تشريف وتكليف ان واحد على ان وانا اللي خرج منه فرحان هنا ان لا زال اسم فهيد رغم الغياب على التلفزيون الحق من المسار الفني ديال عبد ربي والمسار يعني الاعمال اللي كاينه الجولات اللي كاينه فهيد لا زال حاضره في المسرح وفي الجولات. غير هنا هذا الحب هو اللي شيء جميل باش تعبر عنه بجوج كلمات صعيب بزاف، حب هذه السكينه ما هو الا عرون على ما قدمه فهيد في تاريخه الفني والحمد لله. الشاول للضحك ببرمجه متنوعه منحت فيه البسمه لجمهور المدينه من اعلى منبر خاطبهم منه عبد الله البركاوي الملقب بكحلوش وعبد الخالق فهيد، دون ان تنسى اللجنه المنظمه منح نفس موسيقي اخر للجمهور مع اغاني حاتم ادار والطفل ياسر كزوز وبمصاحبه من فرقه زرياب من مدينه تطوان. قررنا ان العيش ما يكونش الشاون حتى هي تكون عندها مهرجان شفشاون للضحك، وهذا المهرجان هو واحد المهرجان اللي عاد تنظمه جمعيه جسور شفشاون فن وثقافه كل عام ان شاء الله. هذا العام صادفنا شهر رمضان المبارك. هذا المهرجان هو واحد المهرجان اللي حاول نجمعوا فيه واحد مجموعه ديال الشباب المدينه، حيت كنشوفوا كاين واحد المجموعه ديال الشباب في مدينه شفشاون عندهم مواهب كوميديا وما لقاوش هذا المهرجان هذا اللي غادي يبرزوا فيه هاد المواهب ديالهم. الله الله الله. انا واحد الحاجه خوتي جي با كومبري صراحة، واحد الفيستيفال واعر بزاف كيتقام اول مره في مدينه شفشاون، ما كناش مخيلين بلي هذا الجمهور غيكون بزاف تفاجأنا صراحة. مهرجان شاون دو غيغ هادي بروميير إيديسيون، صراحة حنا فرحانين بزاف حيت الشباب ديال هاد شاون ديال هاد المدينة هادي اللي هي شاون محتاجين بحال هاد لي فيستيفال هادو. هذا أول مهرجان كيدار في شفشاون ديال الضحك وعجبني بزاف، وعجبني والحاجة الزوينة اللي عجبتني فيه هو البوبليك اللي أنا وتفاعل معايا وتفاعلت معاه، وإن شاء الله يتعاود المرة الجاية وإن شاء الله نقدم بالها أكثر. 600 مليون باش تغني ديسك واحد 600، أش كنقول في الديسك ديال 600 مليون؟ دا أقول لك